برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية. زميلنا مباكر الكويكبي تواجد ونقل لنا أجواء المؤتمر، خلونا نتابع. في البداية لابد أن أشيد بالجهود السعودية الكبرى التي تقودها بلادنا الغالية في خدمة اللغة العربية وتمكين استخدامها في العالم. يأتي مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية ضمن برامج مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في سياق الدعم الذي يجده المجمع والمنظمة الثقافية من سمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر حفظه الله، حيث ينشط المجمع بالتنسيق والمواءمة مع مكتب تنمية القدرات البشرية لتنفيذ حزمة من البرامج اللغوية المتصلة بتمكين اللغة العربية في العالم وعلى رأسها في المنظمات الدولية، واستكمال الجهود التي قامت بها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في اعتماد اللغة العربية لغة رئيسة في الأمم المتحدة والمنظمات الكبرى التابعة لها. انطلق هذا المؤتمر يوم أمس، واليوم حفله الرئيس بحضور سمو الوزير حفظه الله وأصحاب المعالي من رؤساء المنظمات ووزراء الثقافة. يناقش هذا المؤتمر حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية ودعم الترجمة ودعم تمكين استخدام اللغة العربية والعودة إلى القرار الشهير في 73 ميلادي لاعتماد اللغة العربية في هذه المنظمة لتعزيزه بحزمة من البرامج والتعاونات، لا سيما أن المجمع عندما ينظم هذا المؤتمر بحضور مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية، فإنه نفذ في السنة الماضية برنامجه في الأمم المتحدة ويستعد في الأسبوعين القادمين للمشاركة مع اليونسكو ولتنفيذ برنامجه في الأمم المتحدة في دورة ثانية، كما ينظم برنامجه في منظمة التجارة العالمية في الأشهر القريبة، علما أن المجمع انطلق بالمواءمة مع مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسة اللغوية بدراسات موسعة حول حضور اللغة العربية في هذه المنظمات. نكرر دائما أن اللغة العربية مسؤولية الجميع وليست وظيفة فرد أو مؤسسة، ونعتقد أن المجمع قام بجهوده في هذا المسار ويسعد ويتقوى بالشركاء والمؤازرين من جميع الجهات والأفراد والمختصين والخبراء.